لو الحكاية فيها إن فيتو ما تشوف بس ما شافوش. أنا علمه كلمة بابا يعمل بها، أنا علمه بابا يقول علمي مش حد خالص ألاه يقتله يقتله، عمل فيها عشان يقتل. ربنا ينتقم من حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل في كده يا رب. هو كان كل حاجة لنا، ما عادش لنا حد خالص، ما عادش حد خالص. ما عادش ماما جنبك يا أخونا، ماما يا ماما ما عادش ده. الشهر اللي مولود فيه مات فيه، بنفس الشهر بتاعه ميلاده مات مات مات. بس يا ولا بس يا بس يا مصر دول هتشوف كل يوم بتبعت علينا خلاص ما هتشوف. بس اتحطم خلاص زنبقى عيلة زادة تتحطم كده زنبقى. حسبي الله ونعم الوكيل فيه، ما شافش ابوه. حسبي الله ونعم الوكيل فيه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. قلقان عليه كل يوم، قلقان عليه قلبه راح يا ابني. اخر مرة شفتيه امتى يا ماما؟ اخر مرة سمعت اخر مرة شفتيه امتى؟ شفته بقالي 6 اشهر. بقالي 6 اشهر كنت عنده. رحت زرتيه؟ وجيت من عنده وقال لي انا هاجي على فيتو.